كيف تقيم نتائج مشاركة وزير المالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الأخيرة؟ قبل تقييم هذه الاجتماعات هي سنوية ورغبة، ولكن تقييمنا لها هذه الاجتماعات والمشاركة فيها صفرية، لأنه المجتمع الدولي قال رأيه بوضوح فيما يتعلق بالانقلاب والمعونات اللي بتقدم للسودان. الآن وزير المالية تحدث بوضوح على أن انقلاب 25 أكتوبر عطل كثير من الأشياء، لماذا هو يشارك فيه إذا؟ هو قال الكلام ده وهو مشارك وهو مؤيد للانقلاب، وقال الكلام ده بعد ما وصل هناك في الاجتماعات وداير، وأيضا في الخبر اللي قريته لينا إنه السودان حيتم التوصل لتسوية وحتتشكل حكومة مدنية عشان ما المجتمع الدولي يفتح الباب أو صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات بالنسبة للسودان، ولكن ده كله زي ما قلت لك قبل هذه المشاركة صفرية، نحن السودان ما جنى منها أي فائدة بالنسبة للبلد. نعم. طيب صندوق النقد الدولي اشترط تكوين حكومة مدنية لرفع تجميد الدعم والمنح بحسب وزير المالية، وهو موقف معلن من انقلاب 25. ما الجديد الذي دفع جبريل للمشاركة للبحث عن فك تجميد المساعدات؟ ربما يكون أول حاجة جبريل نفسه وجد سخط كبير جدا من القطاعات من الشعب السوداني بسبب الضرائب، أيضا السياسات أدت للتجار في الغرف التجارية في عدد من الولايات نظمت اعتصامات ومواكب وضربات، أيضا بعض المهنيين طالبوا بزيادة لمرتبات ونسير ومواكب ومذكرات، أيضا هنالك اتهامات طالت جبريل وحركته بأنه في محابة في داخل وزارة المالية، أيضا جبريل نفسه سياسيا الناس وجهوا له انتقادات لازعة جدا بأنه حركات المسلحة ساندت الانقلاب، فلذلك هم واضح جدا بيبحثوا لدور سياسي جديد، وده ممكن الإشارة هنا للندوات اللي عقدوها في الحاج يوسف وفي مبدة وأيضا في بعض التصريحات والحوارات الصحفية. المكون العسكري الحركات رفاق الكفاح المسلح ما رضيانين عنهم مناطقهم، وما رضيان عنهم قطاع واسع من الشعب السوداني، وأيضا مشاركتهم في الجهاز التنفيذي أيضا واجد رفض كبير بالنسبة لهم، لذلك هو الحركات المسلحة في ورطة حقيقية.